إذن مشاهدينا رجعنا وياكم مكملين صباحنا لهذا اليوم، وصلنا إلى فقرة يا هلا بالضيف. مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد إقبال الشباب عامة والنساء خاصة على الألعاب المائية، لما لها من أهمية كبيرة على صحة وشد قوام الجسم. إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع إقبال الشباب على الألعاب المائية بين الهواية والاحترافية، معنا اليوم داخل الاستوديو لاعب المنتخب الوطني للشراع والألعاب المائية عمر علي حمد. يسعد صباحك، نورتنا. صباح الخير عليك. صباح النور، اهلا بك، نورتنا. نورتنا. عمر، اولا خليك ريلاكس. اسئله جدا جدا طبيعيه حتى نعرف المشاهد وخصوصا الشباب والسيدات، البنات تحديدا اللي من جيلكم اليوم شوي يكسرون حاجز الخوف بالماء. اليوم بداياتك بالالعاب المائيه تقدر تحدثنا عنها؟ بداياتي كانت يعني شويه صعبه، كنت ما اعرف اسبح، واحنا بيتنا يعني قريب على الشط، فكنت ما اعرف اسبح، وقبل كانوا يذبوني وغرقت مره يعني. نعم زين، منو اللي كان يذبك ومنو اللي كان يساعدك؟ هو ابوي. اي ابوي كان يعني حتى يكسر حاجز الخوف. يكسر حاجز الخوف اللي بيه. نعم، كانوا علمني، صرت يعني شويه زين. صرت لاعب. اوكي. طيب اليوم كثير من الشباب تحديدا بهذه اللعبه او هذه الرياضه تحديدا، مثل ما ذكرنا قبل قليل، يكسرون حاجز الخوف. المعوقات اللي واجهتك اولا مو كتدريب للمنتخب، بالعائله، بدايات مده التدريب ايش قد الساعات او الاوقات اللي تتدرب فيها؟ تقريبا من ساعه الى ساعتين اتدرب. نعم، بالمي تعلمت. يعني بس والدك كان يدربك؟ اي بس والدي كان يدربني. يعني بالشرط كان شو اسمه تعلمت. طيب ما تحس انه هذه الالعاب وهذا الموضوع شويه بخطوره يعني؟ لانه اني من ناحيتي صراحه اني اخاف من المسابح، اخاف لا وما بخطوره يعني الشاطئ بشكل عام. لا، فانت يعني عمرك صغير وحاب هاي المهنه او هاي الموضوع، شلون؟ مو يعني هو انا صغير تعلمت فكسرت الحاجز بيه. حبيت الموضوع، انت من حبيت تعلمت عليه. ايه تعلمت عليه. حلو. حابين نتعرف على طرق وانواع الالعاب المائيه او الالعاب الشراعيه. الشراعيه تحديدا وضحها للناس لانه الناس بس سامعين عنها. هي الشراع الليزر بها ثلاث فئات. الالكا 7 والالكا 6 والالكا 4. طيب الالكا 7 تكون يعني للمتقدمين للكبار. طيب الالكا 6 تكون للبنات يعني فئه البنات، والالكا 4 هي فئتي يعني للشباب. شباب يعني ثلاث فئات مثل بكل ثلاث فئات، وبالاضافه الى الاوبتيمس يكون الناشئين الصغار. طيب اريد تحدثني الخطوات الاساسيه اللي عندهم هوايه بهذا الموضوع، شلون يقدرون يتغلبون على الخوف اللي عندهم، يتغلبون على الصعوبات اللي واجهتها انت؟ لازم يعني ما يكسرون الخوف اللي عندهم، ما يصير عندهم خوف. اهم شيء ما يصير عندهم خوف، هي هاي لازم. طيب يعني يحفزون نفسهم. اي لازم. طيب لكل لاعب انت هسه شخصيا، الفتره اللي تعلمت بيها بالنسبه للبالغين يعني يتعلمون انه رياضه الشراع او الالعاب المائيه، الفتره اي تقريبا سنه يتعلم يعني كل شيء. لأن سنه باستمرار يعني باستمرار ولا بدون يوميا فترة. يوميا يعني هي اللعبه متعمقه جدا يعني. زين والدراسه؟ الدراسه لا في دراسه اكو وقت محدد الدراسه. بس هي يعني بها قوانين كلش يعني صعبه، هي اللعبه اصلا صعبه. هي فيها هواي شغلات متعمقه. انت دا تقول صعبه، ليش اختاريت هاي بالتحديد؟ حبيتها. لان انا يعني هو يحب الصعوبات. حب الصعب. حلو. طيب اريد تحكي لي مثلا انه انت دا تدرس حاليا، شلون دا تواكب بين دراستك ودا تواكب بين حبك لهذا الموضوع؟ يعني هو مسوي روتين يعني. يعني احكي لي روتينك. اروح تقريبا بالاربعة هيك، ننزل للمي، نطلع بالستة، اطلع ارجع اقرا. يعني هاي روتينك الدراسي؟ روتيني الدراسي. بس العادي مو بالدراسة، لا عادي ما عندي شيء.
اروح عادي. طيب. كل وقت انت هناك. اي كل وقت هناك. طيب اغلب الناس يقولون كل رياضه لها شيء مهم للانسان او على صحه الانسان. صح. تاثير الالعاب المائيه او للشراع على صحه الانسان اليوم شنو تفيده؟ تفيده وايد من العامل النفسي دا احكي. وايد شغلات تفيده. مثلا. تفيده يعني. تغير نفسيته. اي طبعا طبعا. ممكن يعني الاكسجين. هو المي اصلا اي هو المي اصلا يغير النفسيه. والله مو عد الكل. مو الكل. مو عد الكل. يعني عندك مثال هنا أنا. اني مثل ما ذكرت لك انه اني عندي فوبيا من هذه الشغلات المي والمسابح هاي. ما اتقرب من عندهن. زين هسه اني مثلا اخاف من هذه الاشياء. اذا اجيت تعلمت راح يزيد عندي الفوبيا والخوف. لا لا بالعكس. راح اتغلب عليه. لا تغلبين عليه. هواي هواي يعني اشخاص تعلموا. زين بالنسبه لي انا بشنو ابدي كبدايه؟ شوي شوي يعني تنزلين المي على كيفك يعني عادي. تبلشيها بمسبح لازم. مسبح لازم. مسابح صغيره. مو شرط. مو شرط. طيب اليوم اقبال النساء والرجال على هذه الرياضه خلال السنوات الاخيره سببها برايك؟ ليش الناس بلشت حبتها. تميل الى السباحه بصوره عامه؟ حبتها يعني تكون محبه لها يعني السباحة. برايك فقط حب ولا ثقافه صارت انه الناس صار عندها وعي وادراك اكثر؟ يجوز يجوز؟ اوكي. طيب احنا نعرف انه بالصيف نحتاج هذه الاشياء ونحتاج انه مي، نحتاج العاب، نحتاج الشراء. طيب اريد تحدثني بالشتاء روتينك شنو؟ هم ننزل اصلا بالشتاء افضل لانه الهواء يكون عالي. هو فننزل يعني بالشتاء عادي. يعني شتاء صيف عادي انت مواكب. عادي عادي عادي. طيب اليوم ليش ما نشوف ببلداننا العربيه ما لنا علاقه بالبلدان البقيه بالعراق اهتمام كبير بجانب الالعاب المائيه مو مثل دول الغرب؟ ليش ما هاي الرياضه الفرديه انا اعتبرها ما عليها اقبال او ما عليها ما مسلطين الضوء عليها؟ شنو رايك السبب؟ ما يعني تقريبا ما لها دعم يعني مو كلش دعم لها. يعني تدعمكم شخصي؟ اي لا من اللجنه الاولمبيه. من اللجنه الاولمبيه. تمام. طيب اريد تحدثني عن انواع الالعاب اللي موجوده يعني بالشراع. وشنو هي الاسهل وشنو هي الاصعب؟ ان كلهن يعني صعبات. صعبات؟ اي كلهن. يعني اي لعبه تبدي بها هي صعبه. اي صعبه لازم انا يعني من الصغر. طيب. يعني هي لوبتنس. طيب صغر. اذا اجى كشخص بالغ حب انه يتعلم العاب الشراع مفروض مو يعني يعني من الصغر مفروض المفروض تكون عنده من الصغر هي خبره. اي من الصغر لازم يكون خبره. طيب طيب احنا بديناها تعرفنا عن اللعبه وتعرفنا عن اقبال الناس والرياضيين بهذه اللعبه. لكن حدثنا اليوم عن انجازاتك بهذه اللعبة تحديدا. شاركت في الجزائر. نعم. دورة عربية حصلت على المركز الخامس على 22 لاعب. حلو. وشاركت في تونس حصلت على فضية. تمام. وهاي يعني شاركت بالعراق من 2020 أنا الأول على العراق. ما شاء الله. أي. طيب حدثني أكثر اليوم احنا دا نشوف الأطباء ينصحون كثير من الناس اللي عندهم امراض بالعظام اللي عندهم مشاكل بالعظام انه يمارسون الالعاب المائيه او يكون عندهم اكثر شو اسمه بهذه اللعبه يعني اقبال. لان المي يعني مفيد للجسم. مفيد هواي مفيد للجسم. طيب لكل لاعب عنده لحظات صعبه عاشها رغم انت صغر سنك. فنريد نعرف اللحظات الصعبة اللي واجهتها بهذه اللعبة. أكيد مرت عليك لحظات صعبة إنه قلت خلاص أنا لهنا وبعد. إيه واي واي مريت. كانوا أهلي ما يعني ما متقبلين الموضوع. نعم. يعني بهاي الشراع ما متقبلين. بس والدتك تحديدا. إيه والدتي. تخاف. كأم تخاف. فما متقبل الموضوع. فواجهت واي يعني مشاكل. طيب. اريد تحدثني اكثر الاجهزه مالتكم والتجهيزات بشكل عام شلون تحصل عليها منين تجيبوها هل هي متوفره بكل مكان ام اماكن محدده؟ متوفره. نعم متوفره يعني من وزاره الشباب دعم من وزاره الشباب ويجيبون تجهيزات اللجنه الاولمبيه يعني تحصلوها بسهوله. اي موجود. حلو. طيب قبل ما نختم وياك نصيحه اخيره تقدمها للشباب
والبنات السيدات اللي حابين يدخلون هذا المجال او حابين يمارسون هذه الرياضه؟ والله نصيحه اخويه يعني يدخلون هذا المجال، يعني كلش حلو مناسب يعني لهيك اعمار. اكو اعمار يعني برايك معينه؟ اي يعني من الصغر احسن. اوكي. يعني لازم هو يبدي من الصغر ستيب باي ستيب حتى من يكبر يكون عنده واعي علم اكثر بالموضوع ويكون واعي افضل. الا انه اذا تجي انت بالكبر تتعلم هاي اللعبه حتكون شوي اكبر. اصعب. صحيح. طيب احنا شاكرين وجودك اليوم. شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق بكل مكان يا ربي تتوفق. شكرا لك ونورتنا، وان شاء الله التوفيق بالدراسه اولا بما انه انت سادس عرفنا، ان شاء الله كل التوفيق لك بمعدل عالي وترضي اهلك وترضي نفسك طموحاتك بالمستقبل. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم بفقراتنا لهذا اليوم، وهذا استطلاع مع ام ضد ارتياد الفتيات لحمامات السباحه ولماذا. طبعا نشوف الاستطلاع بعدين ارجع اسال زميلتي.